انا عبد الحليم حافظ، طبعا كلكم عارفيني، بس اللي مش عارفينه عني هو الوجه التاني ليا. هقول لكم شوية اسرار يمكن اول مرة تعرفوها عني. انا عبد الحليم الانسان الكيوت الرومانسي اللي كان بيتحول لانسان للاسف في منتهى القسوة والشراسة لو حد فكر بس انه يقرب من مكانتي الفنية، عشان ابقى دايما متربع على عرش الاغنية الرومانسية والدينية حتى الشعبية، ومفيش حد يبقى مشهور اكتر مني. غيرتي الفنية كانت مسيطرة عليا، كنت دايما عايز ابقى نمبر وان زماني، وده طبعا كان بيتطلب بعض الامور الغريبة حتى لو لزم الامر استخدام نفوذي وسلطاتي. المهم محدش يعديني. هقول لكم شوية عن خناقاتي مع الفنانين وبعض المشاكل الصغيرة. بعد ثورة 23 يوليو الجيش كان بيعمل حفلة دايما عشان نحتفل بالمناسبة العظيمة دي، وكان بيحيي الحفلة دي كل مطربين مصر، وفي الآخر أطلع أنا وتختم الحفلة الست أم كلثوم. الحفلة دي كان بيحضرها ناصر والشلة كلها. سنة بقى 1964 أم كلثوم قررت إنها تغني الوصلتين بتوعها قبلي أنا، وطلعت على المسرح ونسيت نفسها خالص. هي كانت طبعا قاصدة بصراحة، وفضلت تغني لغاية الساعة 2:30 بالليل، وأنا كنت شايط وهموت. بعدين رحت للست قبل ما تطلع واتحايلت عليها إن أغني قبل الوصلتين. قلت لها يا ست أنا لو طلعت بعدك الناس هتكون مشيت ومحدش هيسمعني، لكن على مين؟ دماغها ناشفة ومحدش يقدر عليها. قالت لي لأ أنا تعبانة وعايزة أروح أنام. طلعت على المسرح وأنا متغاظ وعلى آخري، رحت قايل شرف إني أغني بعد الست أم كلثوم، بس أنا مش عارف شرف ولا مقلب، بس يمكن عشان أعرف الناس بتحبني قد إيه. الناس قعدت تصفر وتسقف وتقول بنحبك يا حليم ومعاك للصبح. طبعا العصفورة ما كدبتش خبر وطلعت جارية على الست أم كلثوم وقالت لها على اللي حصل. لكن الموضوع اللي سبب قلق قوي إن عبد الوهاب قالت له إن عبد الحليم لما يحب يهزر مع العيال اللي في سنه مش معايا أنا، لكن ما يجيبش سيرتي تاني، مع إن اللي حصل ده كان مقلب فعلا من أم كلثوم ليا، وقالت دي قرصة ودن كده من أم كلثوم عشان أنا قلت إن أغنية لا يا حبيبي مش قد كده. فطبعا أم كلثوم كانت قايدة نار وقالت لعبد الوهاب الواد تلميذك فاكر نفسه إيه؟ هيعمل علينا أستاذ ده ولا إيه؟ يفوق بقى ويعرف قيمته وما يتعداش حدوده، وأنا هعلمه الأدب. عبد الوهاب قال لي أنت اتجننت يا حليم؟ تقف قدام أم كلثوم دي تدمرك يا ابني. أم كلثوم بقى بعد وقعة سنة 1964 دي سكتت خالص ولا كأن حاجة حصلت. وفي سنة 65 جه شمس بدران يوريها بروجرام الحفلة، قالت له هات قلمك يا شمس، وراحت شطبة على اسمي خالص، قالت مفيش حد هيغني بعدي. شمس بدران قال يا لهوي، راح طالع جاري على المشير عامر قال له الحق. عامر قال له سيبك منها، احنا نخلي عبد الحليم وفرقته يستنوا في مسرح البالون لحد ما هي تخلص، وانا هقول لعبد الناصر يستنى ويكمل الحفلة هناك. بس على مين برضه للأسف العصفورة راحت قالت لها ان فرقة حليم مستنية في مسرح البالون. قالت طيب، راح بعتت لشمس بدران في قلب الحفلة وقالت له قول للريس ان هغني وصلة تالتة النهاردة. راحت فعلا بعتت لبليغ حمدي في بيته عشان يجيب لها النوتة بتاعت اغنيتها الجديدة عشان تعمل الوصلة التالتة، رغم ان ما كانتش عاملة عليها تدريبات كويسة وغنتها مش كويس. راحت عاملة السلام الجمهوري، يعني الحفلة كده قفلت، يلا خلصنا كله يروح بيته، يعني مفيش حفلة تاني. طبعا انا سمعت كده اغمى عليا وجالي نزيف. عبد الحكيم انا صعبت عليه وقال لي هنعمل لك حفلة تانية في اسكندرية يوم 26 تغني فيها لوحدك، واترضيت. بس الخلاف بيني وبين ام كلثوم ما انتهاش، وناس كتير جت تصالحنا، وانا بصراحة كنت عايز اخلص، كنت عايز اصالحها انا كمان، وسقت عليها طوب الارض، بس هي راسها وقال في سيف ما تصالحنيش. وقعدنا 5 سنين متخاصمين لحد ما دخلت عليها في حفلة وقلت لها محدش يقدر يغني بعدك يا ست الكل. قالت لي روح كده وبلاش بكش، وخلص الحوار بينا واخيرا اتصالحنا. بس لكن خناقاتي انا الفنية للأسف ما انتهتش. سنة 57 نزل فيلم الوسادة الخالية بتاعي انا ولبنى عبد العزيز، والفيلم كسر الدنيا بالاغاني اللي فيه، وكانت الاغاني كلها بتاعتي الا اغنية واحدة يتيمة بتاعت فايزة احمد، اغنية اسمر يا سمراني.
الأغنية دي عملت ضجة كبيرة وضربت، قلت هو ده يجي، يعني الفيلم فيلمي، يبقى الأغنية دي أغنيتي. رحت مسجل الأغنية دي بصوتي ونزلتها على أسطوانات. فايزة طبعا اتغاظت قوي وفكرت تنتقم ازاي، راحت عملت أغنية هاتولي وبور الحريقة، اللي أنا كنت عامل أغنية قولوا الحقيقة، كانت هزقتني خالص في الأغنية دي. رحت زعلت منها خالص أنا كمان، وقلت إن مفيش حفلة تجمعني بيني وبينها لحد آخر يوم في عمري. في سنة بقى من السنين 62 غنت نجاة أغنيتها الجميلة لا تكذبي، وأغنيتها دي برضو كانت مكسرة الدنيا. وبعد ما الصحفيين قالوا الأغنية دي بتحكي عن قصة كامل الشناوي النجاة، رحت أنا كنت عندي حتة فنية صغيرة كده، ولما لقيت الأغنية ضربت رحت غنيتها في حفلة من حفلاتي. راحت نجاة زعلت جدا وقالت إن سرقت أغنيتها. المضحك في الموضوع بقى إن الفرقة اللي كانت بتسجل مع نجاة في حفلة يونيو هيطلعوا بعدها معايا على نفس الأغنية عشان يغنوها في يوليو، مع إن نجاة دي أخت الحب يعني سعاد حسني وكده، بس في النهاية صراحة الأغنية ما كانتش حلوة غير مني أنا. جت آخر خناقة بقى كانت مع فريد الأطرش، أصل فريد كان متعود يغني كل سنة في حفلة الربيع، قعد 25 سنة على كده، لحد ما في سنة 66 عمل زي فنانين كتير وسافروا على لبنان، كانوا بيهربوا من قرارات التأمين والضغوط اللي كانت على الفنانين. فأنا كنت بغني بقى في حفلة الربيع وخلاص بقت بتاعتي، لغاية ما فريد رجع سنة 70 وقال لأ حفلة شم النسيم دي بتاعتي. رحت قلت له لأ أنا بغنيها من 5 سنين، وإحنا الاتنين اتخانقنا مين اللي هيغني. والصحافة طبعا زي ما انتم عارفين ما يستخباش عليها حاجة، واتقسمت فرقتين بيني أنا وبين فريد. المشكلة الكبيرة مين فينا اللي حفلته هتتذاع على الهوا. فجلال معوض عشان يلم الموضوع قال خلاص الحفلتين يتصوروا واتذاعوا مسجلين، بس انا كنت تقيل ومسيطر جامد وقدرت اضغط عليهم عشان يخلوا حفلتي على الهوا في التلفزيون. قبل الحفله بقى بكام يوم عبد الناصر قابلني في فرح بنت عبد اللطيف بغدادي وقال لي انت مزعل فريد ليه يا عبد الحليم؟ لسه كنت بقول له اصل فريد يا ريس، راح عبد الناصر قال للاستاذ فريد. طبعا انا اتصدمت، الله ده انا بتاع الثوره. وراح عبد الناصر مديني الصدمة اللي بعدها، قال لي فريد يتذاع هو في حفلة شم النسيم وانت تتسجل وتذاع تاني يوم ولسه التقيل جاي. عبد الناصر في الحفلة دي ادى فريد قلادة النيل. الموضوع ده قد نار وفضل على الحال ده لحد ما المذيع اللبناني عادل مالك ما خدنا في برنامج اسمه سجل مفتوح عشان يصالحنا. بقى احنا الاتنين نطبل لبعض، بقيت اقول ده فريد ده استاذي وفريد يقول ده حليم ده حبيبي، رحنا حاضنين بعض واتصالحنا وخلص الموضوع. تفتكروا بقى ان كده مشاكل الفنانين معايا خلصت؟ ابدا، ده كانت في خناقة تانية مع محمد رشدي مولعة الدنيا. محمد رشدي جه من دسوق في الستينات وهو كان نجاح كبير ومكسر الدنيا، أثر فعلا على شعبيتي وبالذات لما بقى يغني للأبنودي وبليغ. أصل بليغ كان متخانق معايا وقتها ونزلت أغنية وهيبة وكسرت الدنيا طبعا وفرقع نجم رشدي للسما. بصراحة ابتديت أقلق من الصاروخ الطاير ده، رحت خاطف الأبنودي وقلت له أنا عايزك تعمل لي أغنية شعبية، راح عامل لي أغنية التوبة ولحنها بليغ، والأغنية دي بقى مقلكوش كسرت الدنيا ورجعت للقمة تاني، بس لسه ما شلتش رشدي من دماغي. رشدي كان عنده حفلة أضواء المدينة في المحلة، رحت أنا مصفر الأبنودي وبليغ على لبنان عشان ما يعملوش أغنية جديدة لرشدي يغنيها في الحفلة، لدرجة إن فعلا كان هيعتذر رشدي عن الحفلة دي، بس محمد جلال قال له ولا يهمك في ملحن جديد اسمه حلم بكر معاه لحنين حلوين كده، واحد اسمه عرباوي وحسن المغنواتي، ودول بقى ما أقولكوش ضربوا في السما ويا ريتني ما صفرتهمش. وكان تاريخ وفاتي 30 مارس 77. قبل ما اموت بكام سنة كان ظهر فنان اسمه هاني شاكر، ده اللي قدمه محمد الموجي سنة 72، وقدر هاني شاكر يخطف قلوب الناس، والصحافة بقى وقتها ما صدقت وقعدوا يولعوها ويقولوا ايه خليفة عبد الحليم واللي يقول نسخة منه، ونبيل عصمت كتب إن عبد الحليم هياخد زمارة من حنجرة هاني شاكر. واللي زود الحوار بقى إن أغلب الفنانين أعجبوا بهاني وكانوا بيدعموه، وأم كلثوم قالت لخالد الأمير وقالت لشادية كمان
خديه معاكي في حفلاتك. وعبد الوهاب خلى محمد سلطان يلعب.